السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق وفي هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، في يوم من الأيام سئل الإمام الشافعي وقيل له: يا إمام، أيما أفضل للرجل، أن يمكن أم يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه جوابا في غاية العقل والحكمة، ولم لا، والشافعي من عباقرة العالم رحمة الله عليه. قال الشافعي: لن يمكن الرجل حتى يبتلى. انتبه، قال: لن يمكن الرجل حتى يبتلى، فالابتلاء طريق التمكين والاصطفاء. الابتلاء طريق التمكين والاصطفاء. ثم قال الإمام الشافعي: ولقد ابتلى الله أنبياءه ورسله، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم. ثم قرأ قوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أيها الأحبة الكرام، ما من إمام من أئمة المسلمين وما من عالم من علماء المسلمين إلا ومر من هذا الباب، ألا وهو باب الابتلاء وباب الامتحان وباب الاختبار. بل حينما يطالع الواحد منا تراجم وسير العلماء والفاتحين والقادة والعظماء في هذه الأمة، سترى بابا مستقلا في سيرته تحت عنوان محنته. فهذا باب والولوج منه بد والمرور منه بد، فما من واحد من هؤلاء الفحول الكبار إلا ومر من هذا الباب. ولله رب العالمين سبحانه وتعالى عظيم الحكمة وبالغ المنة في هذا التقدير الكوني، فالله جل وعلا شاء وقدر أن يجعل طريق التمكين إنما يكون على خطوات البلاء والامتحان والاختبار. أقول أيها الأحبة الكرام، ربنا تبارك وتعالى حكيم عليم. لماذا يبتلى الصالحون؟ ولماذا يبتلى أئمة الهدى كالإمام أحمد وكشيخ الإسلام ابن تيمية وكالإمام البخاري وكالإمام الشافعي وسفيان وعبد الله بن المبارك وسعيد بن جبير وغيرهم وغيرهم من أئمة الهدى؟ لماذا يقدر ربنا سبحانه وتعالى المحن على هؤلاء؟ وأنا أتعمد أن أطرح هذا السؤال في أول هذا البرنامج قبل أن ندخل بالتفصيل والتأصيل وأن نتكلم عن كل إمام وعن محنة كل عالم من علماء المسلمين الأوائل. اسمحوا لي أن نثبت العرش الآن بهذا السؤال: لماذا يقدر ربنا سبحانه وتعالى البلاء والامتحان والاختبار على هؤلاء الأئمة العظام الكبار؟ أقول أيها الأحبة، الحكمة الأولى والسبب الأول هو أن الله سبحانه وتعالى يحط بهذا البلاء وبهذا الاختبار وبهذه المحنة كل الذنوب والسيئات والمعاصي عن صاحبها. لذا أيها الأفاضل، جعل ربنا تبارك وتعالى البلاء والفتن والمحن من أعظم أسباب تكفير الذنوب. لما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله يتألم ألما شديدا، فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، إني أراك توعك وعكا شديدا. قال: أجل يا ابن مسعود، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وذلك لأن لك أجران يا رسول الله. قال: أجل. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، ما من مسلم يصيبه مرض أو أذى حتى الشوكة يشاكها، الشوكة التي تدخل أحيانا في قدم الواحد منا أو في يده، إلا حط الله بها، إلا حط الله بها من ذنوبه وخطاياه كما تحط الشجرة أوراقها. قل الحمد لله، اللهم لك الحمد على فضلك ورحمتك يا رب العالمين. فهو سبحانه وتعالى لطيف بنا حتى في وقت المحن والشدائد والبلايا. الشوكة حينما تصيب المسلم تحط عنه من سيئاته ومعاصيه وذنوبه، فكيف بالله عليك؟ فكيف بمن ابتلي بالأمراض؟ فكيف بمن ابتلي بالديون؟ فكيف بمن ابتلي بالفقر والحاجة والعوز؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. نتعلم من هذا أن المسلم إنما هو كريم على ربه سبحانه وتعالى حتى في بلائه وامتحانه واختباره. واسمحوا لي أن أقول أيها الأحبة الكرام، الابتلاء سنة كونية على كل الخلق، على الصالحين والطالحين على حد سواء. ما من أحد من الخلق أيا كان إلا وهو في بلاء وامتحان واختبار. وهذا يجب أن نؤصله قبل أن نجيب على سؤالنا الأول: لماذا قدر الله البلاء على علمائنا وعلى أئمة المسلمين؟ أقول أيها الأحبة الكرام قبل الجواب بالتفصيل على هذا السؤال: البلاء سنة كونية لله تبارك وتعالى في الكون. فالدنيا دار ابتلاء، دار كدر، دار هم وغم وحزن. قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان، والخطاب هنا عن الإنسان أيا كان جنسه، أيا كان نسبه، أيا كان دينه، فالإنسان في هذه الدار مبتلى، مختبر، مخبور، كما قال بعض السلف: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه طبيعة هذه الدار، أنها دار ابتلاء وامتحان واختبار. لذا أيها الأحبة الكرام أقول: قدر ربنا سبحانه وتعالى البلاء على أئمة المسلمين وعلى علماء المسلمين أولا ليكفر الله عنهم بهذا البلاء وبهذا الاختبار كل الذنوب والسيئات والمعاصي. يدخل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يوما على امرأة تسمى بأم السائب، والحديث عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من نساء الأنصار تسمى بأم السائب، فقال النبي لها: ما لي أراك يا أم السائب تزفزفين هكذا. والزفزفة ما يعرف عندنا بترتعش من شدة الحمى. ما لي أراك يا أم السائب تزفزفين؟ فقالت: الحمى يا رسول الله لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم السائب، لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد والذهب والفضة. سبحان الله، المرض والهم والوجع والفتنة والمحنة والشدة تكفر عن الإنسان وتحط عن الإنسان من الذنوب والأوزار والمعاصي، بل ورب الكعبة، وأحيانا ترتقي بالإنسان
إلى أعلى مراقي العبودية. لذا أيها الأحبة الكرام، إن ابتليت فاصبر، إن ابتليت فاصبر، وإياك أن تجزع، وإياك أن تجزع، وإياك أن تيأس، وإياك أن تتلفظ ببعض الألفاظ التي لا أكون مبالغا إن قلت ربما تصل بصاحبها إلى حد الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا قال الله جل وعلا مبينا أصناف الناس في البلاء: ومن الناس من يعبد الله على حرف، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين، فإن أصابه خير اطمأن به. طول كده ما بنقول يعني المرتب معاه ومعاه قرشين والصحة تمام والزوجة الصحة والأولاد تمام، هو مبسوط، ما فيش أي مشكلة. فإن أصابته فتنة، أول ما تجيله أي فتنة، ابتلاء، امتحان، اختبار، انقلب على وجهه، يسخط على قضاء الله وقدره، يتلفظ ببعض الألفاظ الكفرية التي تحمل السخطة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتحمل الغضب، وتحمل بعض الكلمات وبعض الألفاظ سخطا على قضاء الله وقدره. ومن أصول إيماننا أن الإيمان أن نؤمن، كما في مراتب الإيمان، أن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، كما علمنا ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله من هذا الصنف. أنت إن ابتليت فاصبر، وعليك بالدعاء، وسل الله تبارك وتعالى أن يرد عنك وأن يرفع عنك هذا البلاء. فالدعاء هو أعظم مضاد للبلاء، احفظها، الدعاء هو أعظم مضاد للبلاء. الواحد منا إن أصيب بأي فيروس أو بأي مرض يهرع مباشرة إلى الطبيب ليأخذ الدواء والعلاج الذي يكون مضادا لهذا المرض ولهذا الوباء ولهذا الداء. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. كذلك البلاء، رغم حكمة الله تبارك وتعالى، رغم حكمة الله تبارك وتعالى فيه، وأحيانا يكون البلاء تحت باب النعم، انتبه، أحيانا يكون البلاء تحت باب النعم، يريد الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرك، يريد الله تبارك وتعالى أن يمحو عنك الذنوب والسيئات والمعاصي، ورغم ذلك أنت مطالب أن تدعو الله جل وعلا أن يرفع عنك وأن يكشف عنك هذا البلاء. لذا تعجب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أمر المؤمن، سبحان الله، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. المؤمن يا إخواني إن ابتلي يصبر ويشكر، فالمؤمن يسير إلى ربه بين منزلتين، بين منزلة الصبر وبين منزلة الشكر. اسمع كده، يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجب من أمر المؤمن الصابر الراضي عن قضاء الله وقدره. عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر وحمد الله عليها وكانت سببا في سروره وسعادته، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كذلك أنت، ما عليك أنت إلا أن تصبر وأن تكون على يقين جازم أن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاك إلا ليردك إليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ثانيا إخواني الكرام، من حكمة الله الكونية في نزول المحن على علماء وأئمة المسلمين، بل وعلى أهل الإسلام عموما، ونتكلم عن أهل الإسلام تحديدا، لأن البلاء عند المسلم يختلف تماما عن غير المسلم. فبلاء المسلمين من فوائده أن الله سبحانه وتعالى يميز به بين الصادقين وبين الكذابين، ويفرق به بين الصالحين وبين الفاسدين. قال الفضيل بن عياض: الناس في عافية ما داموا مستورين. ما دام الناس في ستر وعافية
ويحمدون الله جل وعلا على هذه العافية هم مطمئنون وفي أمن وأمان وفي رغد من العيش، وترى الصالحين يعيشون مع الفاسدين، وترى المنافقين يعيشون مع الصادقين، الناس في عافية ما داموا مستورين. طيب، ما الذي يفرق بين الصادقين وبين الكاذبين؟ المحن والابتلاءات والشدائد والفتن. قال أبو علي الفضيل بن عياض: اسمع، الناس في عافية ما داموا مستورين، فإذا نزل بلاء صاروا إلى حقائقهم، صار المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه. سل نفسك واختبر نفسك وقل لنفسك: أنا وقت الفتن والمحن أين أذهب؟ إلى أين أفر؟ إلى أين يطير قلبي؟ هل حامدا لله تبارك وتعالى، شاكرا له سبحانه وتعالى على قضائه وقدره، أم أنني أكون ساخطا والعياذ بالله على قضاء الله وقدره؟ قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سبحان الله العظيم، أيظن الناس أن يزعموا الإيمان والهدى والالتزام واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يفتنوا؟ طيب لماذا يفتنوا؟ العبد الآن يريد أن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى، الواحد يريد أن يكون داعية إلى الله ورسوله، معلما للناس الخير، فلماذا ابتلى؟ لماذا امتحن؟ اسمع إلى بقية الآية: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من فوائد البلاء أنه يغربل ويصف الصف ويميز بين الصادقين والكاذبين، ولن يثبت على الطريق إلا الصادقون، جعلني الله وإياكم منهم. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فمن فوائد البلاء أن الله سبحانه وتعالى يميز به بين الصالحين وبين الفاسدين. وما من إمام، كما قلت في أول الحلقة، من علماء المسلمين وأئمة المسلمين إلا وقع في بلاء وامتحان واختبار، وبسبب صبرهم على هذا البلاء وبسبب شكرهم على قضاء الله وقدره رفع الله قدرهم وجعلهم أئمة يهدون بأمره لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون، كما قال ربنا جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أيها الأحبة الكرام، هذا سبيل الأنبياء وهذا طريق التمكين، فمن رام التمكين ومن أراد التمكين فعليه أن يوطن نفسه بالبلاء وأن يهيئ نفسه على الصبر والتحمل. وكما ذكرت في اللقاء الماضي، ما من نبي ولا رسول إلا أوذي وعودي في جنب الله جل وعلا، وكما يقول بعض أهل العلم: إذا ورث العالم والداعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فإذا ورث العالم والداعية إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته ودعوته، فحتما ولا بد أنه سيرث معها خصومها وأعداءها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. لذا أيها الأحبة الكرام، من فوائد الكلام عن علمائنا وعن أئمتنا أن نثبت القلوب وأن نثبت الإيمان في القلوب، وأن نعرف حقيقة هؤلاء العظماء كسعيد بن جبير رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب رضي الله عنه، وعطاء بن أبي رباح رضي الله عنه، ومحمد بن واسع رحمة الله عليه ورضي الله عنهم أجمعين. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع.
تكلمت في حلقتين بمثابة التمهيد للدخول إلى سير هؤلاء وإلى مطالعة أحوال هؤلاء، كيف صبروا وكيف صمدوا أمام المحن والفتن والشدائد والبلايا. هذا ما نتعرف عليه في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.